السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنقول من السيرة النبوية، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول وأزواجه. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عرف بوفائه لأزواجه، وخاصة خديجة بنت خويلد، فلقد كانت نعم الوزير له. ولم يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت خديجة ب3 سنوات، وكان كثيرا ما يذكرها، بل كانت لا تفارق فؤاده، فقد كانت نعم الزوجة الصالحة له. ولقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه للسيدة خديجة حتى بعد موتها. ففي غزوة بدر وقع أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسر، وكان لا يزال على شركه، فرق قلب زينب له، فأرسلت زينب قلادة تفديه بها، وكانت هذه القلادة هدية سيدة خديجة لابنتها زينب يوم زفافها. فلما أرسلت زينب القلادة تفك بها أسر زوجها، رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر السيدة خديجة فرق قلبه لها، واستأذن الصحابة أن يفكوا أسير ابن وفاء لذكرى خديجة وأن يردوا إليها قلادتها. فأسرع الصحابة ملبيين طلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على خديجة أحدا من نسائه، حتى أن السيدة عائشة كانت تغار منها بعد موتها، وهي التي لم تراها. ففي يوم من الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة، سمع صوت هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة من فناء البيت، فلفرط حبه للسيدة خديجة، فقال: اللهم هالة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هي هالة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كل من لها بخديجة، كل من له صلة بالسيدة خديجة. فلم تتمالك السيدة عائشة نفسها وقالت له: ما زلت تذكر امرأة عجوزا قد ماتت؟ أبدلك الله خيرا منها تعني نفسها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة قائلا: والله ما أبدلني الله خيرا منها، أمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بما لها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. فعرفت السيدة عائشة رضي الله عنها خطأها، فأمسكت السيدة عائشة عن الكلام، وهي تقول في نفسها: والله لا أذكرها بعدها أبدا، وقد كانت قبل ذلك تذكرها كثيرا، عليه أفضل الصلاة والسلام. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حبه للسيدة خديجة أمام السيدة عائشة رضي الله عنهما. فقد ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم شاه، وقال لبعض من كان عنده: ارسلوا إلى أصدقاء خديجة. فحدثته عائشة في ذلك وقالت: لماذا ترسل إلى أصدقاء خديجة عندما تذبح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحب حبيبها. وقال لها يوما: إني قد رزقت حبها. ومن فرط حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة قالت السيدة عائشة: ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما ماتت. وفي يوم فتح مكة، بعد أن كتب الله تعالى النصر للمؤمنين، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البلد الذي طرد منها، لم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، فقد اختار مكانا بجوار قبرها يشرف منه على فتح مكة، ليؤنس بروح السيدة خديجة رضي الله عنها وفاء لما فعلته من رفع للواء الإسلام وجهاد في سبيل الله، فقد كانت نعم الزوجة الصالحة. وعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرضي أمهات المؤمنين فيما ليس في مخالفة لله تعالى. ففي يوم من الأيام رأت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم إليه الحسن والحسين وأمهم فاطمة رضي الله عنهما، ثم قرأ قول الله تعالى: قال: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبكت أم سلمة وسال الدمع من عينها، ونظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على هذا الحال، فسأل عن سر بكائها، فأخبرته أنه خص ابنتها فاطمة وولديها وجعلهم من أهل البيت، ولم يجعلها وهي زوجته من أهل البيت. فخفف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وأرضاها قائلا: إنك وابنتك
من أهل البيت، ففرحت أم سلمة فرحا شديدا، فهي تحب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب أن تكون معه دائما. إن المرأة الصالحة الوفية تحب أن يذكرها زوجها، وقد كان صلى الله عليه وسلم خبيرا بالنفوس، فأرضى أم سلمة وخفف عنها حزنها. وقد شاع بين الناس أن المرأة شر، وأنه خاب من استشار امرأة في شأن من الشؤون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح ما كان منتشرا بين كثير من القبائل العربية بل في معظم العالم، فكان يستشير زوجاته ويأخذ أحيانا برأيهن، فالمرء يبحث عن الرأي السديد مهما كان الذي قاله، فليس العبرة بالقائل وإنما العبرة بالقول. وفي عمرة القضاء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها بدلا من العمرة التي كان يريد أن يؤديها في عام الحديبية، وقد منعه قريش وجعلته يعتمر في العام المقبل، فعرفت هذه العمرة بعمرة القضاء. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة ومعه أصحابه، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، لأن هذا من شعائر العمرة. ولكن كانت المفاجأة، فلم يستجيب أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر صدمة عنيفة، فكيف يتقاعس الصحابة عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة أم سلمة وحكى لها ما حدث وكيف أن أصحابه لم يطيعوه، ورأت أم سلمة الرسول حزينا، فمخالفة أمره تعني هلاك الصحابة، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم هو بالذبح والحلق، فإذا رآه الصحابة اقتضوا به وصنعوا مثلما صنع. واستحسن الرسول صلى الله عليه وسلم رأي أم سلمة، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فذبح الهدي الذي يذبح في العمرة، ثم أمر الحلاق فحلق رأسه، فلما رأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أسرعوا يذبحون ويحلق بعضهم لبعض، حتى كاد يجرح بعضهم بعض من شدة إسراعهم في تنفيذ ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن أطاع الصحابة أمره، وكان ذلك بركة استشارة أم سلمة، وهذا تقدير من الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حنونا على زوجاته، لا يفضل واحدة عن غيرها من النساء. ففي يوم من الأيام دخلت صفية بنت حي رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي بكاء حار، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائها، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدأ من روع صفية، وبدأت صفية تلتقط أنفاسها وتهدأ من حزنها، وقالت وما زال الحزن يسيطر على وجهها، أنا بنت يهودي يا رسول الله، لقد أمنت صفية بالله ربا واعتنقت الإسلام دينا وشهدت لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، فكيف توصف بأنها يهودية؟ لقد أنهت علاقتها باليهودية وأصبحت أم المؤمنين. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عمن قال لها ذلك، أخبرته أنه بعض أزواجه هن اللائي فعلن لها ذلك، فقال لها إنك لابنة نبي، وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، ففيما الفخر عليك؟ فقيمة الفخر عليك. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم قضية صفية، وأظهر لها خطأ من قالت لها ذلك، فهي من نسل هارون عليه السلام، فكأنها ابنة نبي، وأن عمها موسى عليه السلام، فقد كان هارون أخا لموسى، وقد تزوجت نبي هذه الأمة، فلماذا تفخر إحدى زوجاته عليها؟ إنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. وانتشر الخبر في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عرف ما قيل عن صفية، وعرفت القائلة خطأها، ولم تعود إليها مرة أخرى، فقد أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم مزايا وفضائل السيدة صفية. وعادت السيدة صفية بعد أن حل الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلتها
استفاخرت إحداهن بشيء أو ذكرت من مآثرها شيئا تقول دون أن تغضب أو تشعر أن الكلام لها، وهي تخاطب حفصة بنت عمر وعائشة بنت الصديق: كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي هارون وعمي موسى عليهما السلام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويحرص عليهن، بل كان يغار عليهن كما يغار الشريف على أهله. ففي يوم من الأيام دخل عبد الله ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل أعمى، فجاءته اثنتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما النبي أن يحتجبا عنه، فقالتا: يا رسول الله، إنه أعمى لا يبصرنا ولا يرانا. ولكن لغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحتجب وقال: أفعميتان أنتما؟ ألستما تبصران؟ وقد علمت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بغيرته عليهما، فأسرعتا تتفادان أمر تنفذان أمر رسول الله، لعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويغار عليهم. ولما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث من قبيلة هلال، جاءوا يعلنون إسلامهم بعد أن علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم وتزوج منهم. ولما جاء أقارب ميمونة رضي الله عنها كانوا يرونها، فدخل عليها ابن أختها وجلس معها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا. فلما جاء الرسول وجد هذا الشاب يجلس مع زوجته ميمونة، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ولم يكن يعلم أنه ابن أختها، وإنما غضب الرسول وأحمر وجهه غير على زوجته: إذ كيف تمكث مع شاب من قومها وحدهم؟ فلما رأت ميمونة رضي الله عنها ذلك قالت: يا رسول الله، إنه ابن أختي. فهدأت نفس النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من الشاب ومسح بيده الشريفة على وجهه ودعا الله أن يبارك فيه وأن يوفقه لما يحب ويرضى. وعرفت ميمونة حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ففرحت فرحا شديدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لزوجاته، وكان أكثر من يحب السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم بعدها السيدة عائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها، وقد عرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول يقدر صغر سن السيدة عائشة، فهي الزوجة البكر من بين زوجاته، فقد كان يراعي ذلك فيها فيلاطفها بكلمات الحب البريئة. وكان فقد قال لها يوما: حبك يا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى. ما أحسن هذه الكلمات التي تجعل البيت مبنيا على الحب، وما أحوج وهذا أساسها الحب، والزواج أساسه الحب والمودة والرحمة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخفي هذا الحب، بل كان يعلنه لأصحابه. فقد سألها عمرو بن العاص رضي الله عنه يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو: من الرجال؟ فقال: أبوها، يعني أبو بكر الصديق. فقال عمرو: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. ثم عدد رجالا من الصحابة ممن لهم سبق الإسلام في الإسلام. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق القلب لطيف المعاملة. ففي يوم من الأيام كان جالسا مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال لها: إني لأعلم متى كنت عني راضية وإذ كنت علي غضبي. فقالت عائشة بروح لطيفة: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غاضبة قلت: لا ورب إبراهيم. فقالت السيدة عائشة: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. فقد كانت علاقة الحب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته وعائشة خاصة قوية تفيض بالحنان. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي للأمة ورسولا من رسل الله ليهمل في حق زوجاته، ولا أن يترك ما يشعر زوجاته بالحب لهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكانت السيدة عائشة تظهر غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الرسول ذلك منها، فقد
فقد يقول لها أغرتي، فتقول ومالي ألا يغار مثلي على مثلك. وقد لا يصدق السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس بعض الرياضيات، بعض الرياضة مع بعض نسائه. ففي أحدى الغزوات اقترح النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فخرجت القرعة عائشة، فلما سافرت معه أمر الصحابة أن يسرعوا، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يعرض عليها أن يدخل معها في سباق جري. وبدأ السباق، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها صغيرة السن، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سفر آخر أعاد النبي صلى الله عليه وسلم معهم ما سبق، وجرى النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ومازال الرسول صلى الله عليه وسلم يجري مع السيدة عائشة حتى سبقها الرسول هذه المرة بعد أن سبقته في المرة الماضية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، وهي بلغة العصر وحدة بوحدة، عليه أفضل الصلاة والسلام. وما أعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يضيق على أهله، بل لما رأت عائشة رضي الله عنها الأحباش يلعبون بحرابهم طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهدتهم، فجعلها خلفه وهي تنظر إليهم حتى سئمت من المشاهدة، فقالت: كفى يا رسول الله. فلما علم الرسول أنها أخذت كفايتها في مشاهدة هذه الرياضة، أشار إلى الأحباش أن يكفوا، يعني كفاية كده تمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر نسائه وينزل كل واحدة منزلتها مع معاملتها لهن بالعدل. وقد كان مقوقس مصر قد أهدى له جارية اسمها ماريا، فاختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون له زوجة، وقد أكرمها الله تعالى بأن حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول يقدر أن الحامل لابد أن تأخذ راحتها في المسكن والمأكل والمشرب، فنقل ماريا إلى العالية بضواحي المدينة كي تكون في راحة وأمان. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسهر على راحة ماريا فيقضي حاجتها ويرفق بها في معاملتها. ولما حانت ساعة الولادة وأسرع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سلمة زوج أبي رافع القابلة لتقوم بولادة ماريا، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم ناحية الدار يصلي لله تعالى أن يخفف عن ماريا، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حتى جاءته البشرى بأن ماريا وضعت وليدها، فاستبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى. وهنا ماريا قد أصبحت حرة، لأن الإسلام يجعل الأمة إذا ولدت من سيدها حرة. واقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من ماريا يخفف عنها تعب الولادة، وكان كثيرا ما يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.